مرحبا يا مستكشفين صغار، اليوم سأخبركم عن فوفو الأرنب، أسرع متحدث في الغابة. لذا أربطوا أحزمتكم وانطلقوا معنا في مغامرات فوفو. كان يا مكان في غابة خضراء يانعة مليئة بالضحكات وهمسات الحياة البرية، عاش أرنب صغير اسمه فوفو. لم يكن فوفو مجرد أرنب عادي، كلا، لقد كان معروفا في كل مكان بلسانه السريع وأقدامه السريعة جدا. الآن كان لفوفو الصغير هواية غريبة، لقد أحب نشر الأخبار، أخبار كبيرة، أخبار صغيرة، أخبار صحيحة، وأحياناً أخبار ليست صحيحة تماماً. كان ينطلق عبر الغابة ويتحدث مع البوم والسناجب وحتى الدب النائمة. في صباح مشمس سمع فوفو صوتاً غريباً، دق دق، وبفضوله الشديد تتبع الصوت، وقلبه الصغير يدق بنفس القوة. وماذا تعتقدون أنه وجد؟ خلد صغير يحاول الرقص ولكنه يكافح للحفاظ على الإيقاع. قرر فوفو بعينيه المتألئتين مساعدته، بهزت هنا وضحكت هناك. علم فوفو الخلد كيفية الرقص، وسرعان ما سمعت الغابة بأكملها عن الخلد الراقص، وذلك بفضل ثرثرة فوفو السريعة. لكن تذكروا، لم تكن كل القصص التي رواها فوفو دقيقة تماماً. بحلول الوقت الذي وصلت فيه القصة إلى البومة العجوز الحكيمة، تحول الخلد إلى فيل راقص. لذا يا أصدقائي الصغار، تعلمنا قصص فوفو شيئاً مهماً جداً. بينما من الممتع مشاركة القصص، يجب أن نحاول دائماً مشاركة القصص الحقيقية، لأنه في غابة الحياة تحافظ الحقيقة على اتصالنا جميعاً، تماماً مثل جذور الأشجار القديمة. وهذه نهاية مغامرة اليوم مع فوفو الأرنب. تذكروا، كونوا دائماً لطفاء وفضوليين وصادقين. حتى مغامرتنا القادمة، استمروا بالقفز بسعادة. مع السلامة.